إحداث مرصد خاص أو مجلس تأديبي خاص بمهنية. الهدف منه تخليط المهنة وحمايتها من الممارسات التي من شأنها المساس بسيرورة القطاع والمنافسة الشريفة بين الفاعلين. نقل المغرب دورية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية دراسة النقل النقاط التالية: مسألة التراخيص الثنائية الإسبانية الدنماركية الفرنسية والنمساوية وإجراءات منحها لشركات النقل الدولي. توضيحات بالشأن حصة التراخيص الإسبانية الثنائية. العقوبات المفرطة على الناقلين المغاربة من قبل مختلف هيئات الرقابة الإسبانية والفرنسية على أراضيها، ويتعلق الأمر بكمية الوقود في الخزان بطاقة مهنية للسائق وشهادة العمل من قبل السائقين. تطبيق مبدأ المعاملة بالمد فيما يخص مراقبة الشاحنات الأجنبية التي تدخل إلى المغرب. غنحلوا الباب ديال النقاش إخوان، راه كنناقشوا التقرير الأدبي المالي. اللي عنده شي سؤال بكل أريحية وكل ديمقراطية وكل شبابية غنجاوبوا عليه. شكرا. إذا نحلوا اللائحة ديال الناس اللي غادي من أجل تنظيم هذا اللقاء وما تكونش فيه الفوضى. اللي باغي يتدخل نسجلوا خمسة بخمسة ونجاوبوا عليهم وحنا غاديين. الأسئلة هذه اللي جاوبتها عليكم. تمام. كاين شي تعرض؟ ما كاينش. إذا بالإجماع. شكرا. إذا بالإجماع. كاين شي تعرض عليك؟ إذا الجمع العام مر بتدخلات ومداخلات كانت جد قوية. إخوان كانوا يتكلموا بحرقة لأن القطاع في حالة مزرية. طبعا كاين مشاكل اللي هي محلية، اللي هي مشكلة الطونجيميد والتأخر وهذا وهذا، اللي هي تعالج صراحة تعالج. ولكن العائق الأكبر اليوم عندنا هما الوزارة الوصية والحكومة. إذا ملي كنقول الوزارة الحكومة كنقول الوزارة الوصية كنقول حتى الحكومة، حيت كاين نقاط اللي هي الوزارة الوصية دفعتهم الكتابة العامة ديال رئاسة الحكومة، وكاين نقاط اللي خصها تطبق باقا ما طبقت شيء. فهاد الساعة هذه حنا عندنا المشكل الأكبر هو ملي كتجي كقطاع مهيكل اللي هو النقل الدولي، لأن حنا كنخلصوا الضرائب ديالنا، كان ديك لاريو الشيفر دافير ديالنا، عندنا الضمان الاجتماعي كنخلصوه، ان هادشي كلشي كيجي بالسيف علينا نعملوه. واخا نبغيو زعما نقولوا نغشوا في شي حاجه، راه عندنا باش تسد الفيزا باش داك السائق يسافر وهذا، وراه خصك تكون اجور في هادشي كامل. دونك ملي كنوصلوا لهاد النقطه هادي هي ديال واحد القطع مهيكل اللي الوزاره خصها تكون فخوره به وتزيد ترقى به وتطلعوا للفوق، كتخرجنا دائما لو كوتي سوسيال الاجتماعي، الجانب الاجتماعي. هاد النقل الصغير مسكين، هاد النقل الصغير خصك تعاونو باش يرجع كبير، هاد النقل الصغير خصك تعاونو باش يتوي يتطور. هاد النقل الصغير اليوم عطيه الغاز والمهني، عطيه فرص، هو ماشي تجي وتفتح الباب على مصراعيها الشركات الكبرى يدخلون البلاد ديالنا اللي هما مرحبا بهم مستثمرين، ولكن ماشي بدون بروتكسيونيز، بدون حمايه لنا حنايا، لان غيبلعونا. تعامل شركات التعشير، شركة التعشير التي تتعامل مع الوثائق الجمركية لا تعمل مدار الساعة، مما يؤدي إلى تأخير تسليم وثائق رفع اليد المليوفي للشاحنات في الوقت المناسب، وهو ما يؤثر سير العمل ويؤدي إلى تعطيل العمليات. والبنادم قد صيفطونا حنا النقالة نخدموا به التيريوا ونمشيو في حالنا. هادو واحد عادين صافي، هادشي اللي قال وزارة النقل عداوة العدوة ديالي، إما فرع عليهم بيما أو لا سكتوا. فايزة تكبيك ما تحكوش في ذات الناس، وإلا عبش في واحد باش حياتة الدولة هذا يخلنا القرار كما مرة راكع فينا الدم وفينا الذكر وفينا مرض مقريب وفينا كل شيء، ولكن لا يزال تكبيك خدام وعدنا هنا ودير يدفين ودير مؤيد واحد كلمة ما تقدر. أشغال اليوم ديال الجمع العام العادي لجمعية أمتي المغرب، الأجواء مرت في ظروف جيدة، النقاش كان مستفيد، الحمد لله تمت مصادقة بالإجماع على التقرير الأدبي المالي. كذلك فيما يخص اليوم الدراسي أنه هناك توصيات مهمة لنخرج بها يخرج بها اليوم الدراسي. فيما يخص المشاكل العالقة اللي ما زالت عالقة مع بعض الإدارات، هناك مشاكل حقيقة مع وزارة النقل أنها لم تلتزم بمجموعة من الاجتماعات، من قرارات اللي خدينا في مجموعة ديال الاجتماعات
الاجتماعات خاصة وجه إلى المهنة، التعرفة الجمركية، قانون المقايسة، إلا أنه هذا التأخر ديال الوزارة في إصدار هاد القوانين كيخلي واحد الاحتقان داخل مع المهنيين، وخصوصا أن المهنة ديالنا أصبحت اليوم مهنة أي واحد يمكن يدخل لها، وحنا كنقولوا لابد من قانون يحدد الشروط الولوج إلى هذه المهنة. كذلك الحكومة المغربية أن قامت بحال نقولوا بأنها تراجعت عن قانون المقايسة، اللي قانون المقايسة اللي كان هذا واحد المقترح قدمناه لوزارة النقل ووزارة المالية، تم القبول ديالو من طرف الوزارتين، تم تحديد يعني أطر تقنية اللي كتشتغلت عليه، وجدت أنه مقترح قدمته لرئاسة الحكومة، رئاسة الحكومة صادقت عليه، قدمته للأمانة العامة للحكومة، إلا أنه تفاجأنا أنه سحب من الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون المقايسة، هذا القانون وتعطى مجلس المنافسة من أجل إبداء الرأي. هذه دابا تقريبا حنا مشهورة أو داخل في السنة وباقي المشروع قانون هذا مجلس المنافسة. هنا كنقولوا بأن الحكومة غير جادة في إخراج هذا المشروع القانون ديال المقايسة، يعني يخفف من الضغط ومن التكلفة ديال النقد، لأن مع ارتفاع أسعار المحروقات ارتفعت التكلفة ديال النقد وخلت وسبت واحد مجموعة المشاكل المهنيين، منا أنه واحد مجموعة المقاولات الصغرى مشات الإفلاس، باعت الشركات ديالها، كذلك الشركات المتوسطة كتعاني لأن هذا الارتفاع ديال الغازوال، كنشوفوا بأن ما يمكنناش نتنافسوا مع الأسطول الأجنبي. دريس